برعاية من مؤسسة شهيدة التنموية، جمعية الرأفة لرعاية وتأهيل الفئات الأشد فقرا أقامت سمرها الرمضاني الخامس لتكريم حفاظ القرآن الكريم، وقد أقيم الحفل في مدينتهم السكنية بمنطقة البعرارة غرب مدينة تعز. تمثل شريحة الفئات الأشد فقرا أعدادا كبيرة، وقد بدأ أبناؤها بالتوجه نحو التعليم والاندماج بالمجتمع وإن كان بشكل بطيء، والمشاركة الفاعلة في خدمة الوطن والدفاع عنه. اليوم نحتفل بالسمر الرمضاني الخامس في هذه المنطقة المدينة السكنية بفضل الله سبحانه وتعالى. اليوم معنا 70 طالب حافظ للقرآن الكريم من الفئات الأشد فقر أي المهمشين. بفضل الله سبحانه وتعالى العام الماضي كان معنا 45 طالب، زاد العدد فضل الله سبحانه وتعالى. وأيضا أتقدم بالشكر الجزيل لمؤسسة شهيد الذي دعمت ورعت هذا البرنامج، وكل من وقف إلى جانبنا وساند ودعم. يؤمن المحتفلون اليوم بأن الأنساب والقبيلة والسلالة تنتهي عند كتاب الله وحفظه، وترتفع رتبة ونسب الحافظ عند الله عن كل نسب.